أعزائي الأعزاء، برنامج بتاع المدمن مستوى تاني، الفصل الدراسي التاني، الفصل الدراسي الأول، نظم التشغيل. هنتكلم دلوقتي عن الفصل التاني وهو العمليات الإنسانية. قبل ما نتكلم عن العمليات الإنسانية لازم نعرف حاجة اسمها المكملات. كلمة مكملات مكمل يعني كومبلمنت، والمكمل معناه لو النظام 10 يبقى الأساس بتاعي 10، فالرقم اللي أنا هديه لك إيه اللي أحطه عليه عشان يكمل لي ال 10؟ يبقى لو كملت جبت النظام مثلا على سبيل المثال في الرقم 10 2 أضيف عليها كام تبقى 10؟ أضيف عليها 8 يبقى 8 مكمل ل 2. طب ال 8 أضيف عليها 2 يبقى ال 2 مكمل ل 8، وهكذا. يبقى في عندي مكمل للأساس يديني ال 10، وفي مكمل للأساس مطروح منه 1 يديني 9. يبقى أنا ممكن عندي مكمل 10 ومكمل 9، أي رقم إيه الرقم اللي أضيفه عليه يديني 10 يبقى ده المكمل 10، إيه الرقم اللي أضيفه عليه يديني 9 يبقى ده المكمل 9. النظام الأساس بتاعي 10 الرقم أكبر منه 9، على سبيل المثال رقم 1 مكمله ال 10 9، رقم 2 مكمله ال 10 8. يبقى أي رقم أضيف عليه كام عشان يديني 10 يبقى ده المكمل ال 10. خلاص. طب ليه بستخدم المكمل التاسع؟ لو قلنا مثلا ال 9 أوصلها على ال 10 إزاي أضيف 1، ال 8 أوصلها على 10 إزاي أضيف 2. طب لو الرقم مكون من كذا خانة زي ال 123، طب ال 123 دي ثلاث خانات، عشان أجيب المكمل بتاعه لازم الثلاث خانات دول يبقوا ثلاث أصفار، فلما تجيب لي رقم فيه ثلاث أصفار يبقى الرقم ده بقى 1000. طب لو قلت لك رقم فيه خانتين 2 23، 23 المكمل بتاعه أكمله لكام؟ أكمله لما يبقى 100، يبقى عايز أحول ال 23 لصفرين ومعاهم 1. طب لو رقم مكون من أربع أرقام يبقى لازم المكمل بتاعه يبقى فيه 4 أصفار و1 اللي هي 10000 وهكذا. طب عشان أعمل كده يبقى لازم أستخدم المكمل التسعي المكمل العاشر. فعلى سبيل المثال لو قلنا ال 123 اوصل دي ل 10000 ازاي؟ اجيب المكمل العاشري بتاع الاربعه، يبقى الاربعه المكمل العاشري بتاعها 6، لو قلت 4 زائد 6 يدي 10، هكتب هنا 0 وارحل واحد هنا. طب الثلاثه اجيب المكمل التاسع بتاعها اللي هو هيبقى كام؟ 6، 3 و6 كام؟ 9، وفي واحد من عمليه الجمع السابقه بقى 10، هنزل 0 واحط الواحد هنا. يتبقى الاثنين، اجيب المكمل التاسع بتاعها 7، 2 و7 9، وفي واحد مترحل هنا تبقى 10، هنزل 0 ويبقى في واحد، الواحد ينزل، يبقى انا كده حولت الايه؟ الاربع ارقام دول لاربع اصفار وضفت عليهم واحد. عشان كده بنقول في حاجه اسمها مكمل الاساس، او مكمل الاساس ناقص واحد، مكمل الاساس 10، مكمل الاساس ناقص واحد، مكمل 9. ماشي كده يا شباب؟ الرقم الاصلي بجيب له المكمل العشري بتاعه، المكمل العشري 4، بعد المكمل التاسعي 6، المكمل التاسعي 7، المكمل التاسعي 8، جمع اجمع 4 و6، 3 و6، 2 و7، 1 و10، هيديني 0 0 0 0 1. ماشي. النظام الثنائي في حاجه اسمها مكمل ثنائي الاولي ومحمل اسمها مكمل ثنائي الثانوي. المكمل الاولي ان اي صفر خليه 1 واي 1 خليه 0، يبقى الرقم الثنائي 0 1 0 1 هخليه 0 يبقى 1 و1 يبقى 0. طب الرقم ده 1 1 0 1 0 1 0، اي 1 خليه 0 واي 0 خليه 1، يبقى انت كده جبت المكمل ايه؟ الاساس. طب مكمل الاساس ناقص واحد يتحسب ازاي؟ السكند كومبلمنت او التوس كومبلمنت. عشان اكمله ببدا من ناحيه اليمين، ولو قابلت صفر من ناحيه اليمين اسيبه، اول مجموعه من ناحيه الشمال اصفار من ناحيه اليمين اسيبها من ناحيه اليمين، بعد كده يتم تغيير الصفر لواحد وتغيير الصفر الى واحد. تعريف ان الرقم ده اي صفار تقابلها من ناحيه اليمين سيب، هسيب ده وده الاثنين دول هسيبهم، بعد كده الواحد ده احوله لزيرو، وزيرو واحد زيرو زيرو. ماشي. النظام السومالي في عندي مكمل الاساس اكمل على 8، ومكمل الاساس ناقص 1 اللي هنكمل نسميه المكمل السابع. خلاص. ده الناحيه الكلام اللي احنا قلنا عليه. النظام الثالث عشر في مكمل الاساس اكمل 16، ومكمل الاساس ناقص 1 اكمل 15، زي بقيه الانظمه بالظبط. العمليات الحسابيه بقى عمليات الجمع والطرح. عمليه الجمع تعني اضافه الرقم اكس على الرقم واي، رقمين عايز اجمعهم على بعض. انا هعمل ايه؟ النظام العشري، هنتكلم عن النظام العشري اللي احنا بنتعامل معاه من زمان. الرقم اكس 625، الرقم واي 798، 5 و8 احاد، 2 و9 عشرات، 6 و7 مئات. اجمعهم ازاي؟ هقول لك على نظام الجمع في الكمبيوتر احنا بنعمله تلقائي. اول حاجه الرقم بتاعي لازم يبقى عدد الخانات اللي فوق زي عدد الخانات اللي تحت. فالرقم اكس عباره من ناحيه اليمين اكس 1 اكس 2 اكس 3. الرقم واي واي 1 واي 2 واي 3. طب لو واي 3 مش موجوده اقوم حاطط مكانها هنا صفر، بحيث ان يبقوا فوق 3 وتحت 3. ادي الرقم اكس 1 اكس 2 اكس 3 واي 1 واي 2 واي 3.
هجمع 5 زائد 8، الرقم المجموع عليه هبدأ بكاري ان 0. 5 زائد 8 يدي 13، 3 ومعايا 1. كلمة معايا 1 بنسميها كاري اوت. الكاري اوت برحل له عملية تانية. انت لما بتيجي تجمع بتقول 5 زائد 8 ب 13، 3 ومعايا 1، الواحد بنحطه فين؟ فوق الاثنين. يبقى لما تيجي تجمع العملية التانية تقول 2 1 2 زائد 9. يبقى الكاري ان بتاع اول عملية دايما 0 لان هي الاحد. يبقى 5 و8 13، 3 ومعايا 1، معايا 1 اهو كاري ان كاري اوت. اللي بعديها 2 و9 11، يبقى الكاري اوت اهو، الكاري اي اوت اهو، دخل كاري ان في العمليه الثانيه. 2 و9 كام؟ 11، و1 يبقوا 12، يبقى 2 ومعايا 1، يبقى الكاري اوت اهو، الكاري اوت بتاع العمليه دي هيدخل هنا. 6 و7 13، و1 14، و4 معايا 1، الواحد ينزل هنا. لما تيجي ترص الارقام دي هترصها من فوق لتحت من اليمين للشمال، يبقى 3 2 4 1، هتلاقي نفس الارقام اللي بتجمعها على الاله هي دي. النظام ده نظام الجمع في الكمبيوتر. انا حبيت افسره لك في النظام العشري عشان تفهمه، يبقى في ذهنك لما نيجي نطبقه على النظام الثنائي او الثماني او السادس عشر. عايز اجمع الارقام دي اعمل ايه؟ العشري مكون من خانتين صحيح فوق وتحت، الجزء الكسري 3 خانات فوق و4 خانات تحت. يبقى في الثمانيه دي، عند الثمانيه دي احط هنا زيرو، الزيرو هنا لا يؤثر. بكتب الارقام بتاعتي من اليمين للشمال ومن فوق لتحت، 0 8 7 6 العلامه 3 2 اللي احنا بنقراها 2 3 العلامه 6 7 8 0 من ناحيه الشمال. الرقم واي اهو، الكاري ان بتاعت اول عمليه الاحد مفيش، 0 5 المجموع الصم 5، الكاري اوت بتاعتها 0. الكاري اوت بيدخل مرحله ثانيه، 8 و7 8 و9 17 و0 يبقى 17، 7 بدل 1، الواحد ينزل هنا، 7 7 14، 1 يبقى 15، الخمسة اهي ومعايا واحد، الواحد ينزل هنا، 6 8 14، 1 يبقى 15، الخمسة اهي والواحد اهو، الواحد ده هينزل هنا. خلي بالك المكان ده بتاع العالم. 3 8 11، 1 يبقى 14، 14 اهي. 3 8 11، 1 يبقى 12، الاثنين اهي معايا واحد، الواحد ينزل هنا. 2 9 11، 1 يبقى 12، الاثنين اهي، والواحد اهو اخر واحد بينزل هنا. حل من فوق لتحت ومن تحت من اليمين للشمال، يبقى 5 7 على 5 5، العلامة 2 2 1. الجمع في النظام الثنائي، عايز اجمع 0 زائد 0 يبقى صم 0 والكاري اوت 0. 0 زائد 1 المجموع 1 والكاري اوت 1. 1 زائد 0 المجموع 1 والكاري اوت 0. 1 زائد 1 المجموع 0 والكاري اوت 1. عايز اجمع مجموع الرقمين دول، خلي بالك هنا 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هضيف هنا صفرين في الحته دي قبل الرقم الصحيح. ماشي؟ يبقى المفروض في صفرين، في صفرين. 1 زائد 1 يتكري اوت 0 يديني 0 يبقى 1، رحل الواحد. 0 زائد 0 ب 0، 1 يبقى 1. المجموع 1 والكري اوت 0، رحل الكري اوت. 1 زائد 1 ب 0، 0 والكري اوت 1 يبقى هنا 0، وهكذا. من فوق لتحت من يمين للشمال. الجمع في النظام الثماني، الجمع في النظام الثماني راجع الجدول دوت، 0 زائد 0 0 0 1 1 0 زائد 2 2 لحد 0 7 7 لحد 5 و5 يديني 5 و1 6 5 و2 7، بعد كده 6 و1 7، بعد كده في صم وفي كاري. عشان انفذ المعادله ديت بحسبها عشان احسب بيها المجموع بتاعي واقدر اجيب المجموع من الصم من الكاري بتاع النظام الثنائي.